السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم يا مية هلا. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق في أول قناة عراقية لتعلم العود، وأهلا وسهلا بكم يا مية مرحبا. الشرف بكم طبعا، واللي يحب يدخل دورات موسيقية هي 8 محاضرات في الشهر، يقدر انه يدخل على رقم الواتساب ويستفسر عن الاشتراك. اليوم احنا عندنا اغنية من مقام الحجاز اللي هي للفنان الكبير ياس خضر. خلينا ناخذ التون مالتها والاصابع مالتها. هذه عندنا مثلا بيكم حمد عجبتكم بهذه الأغنية للفنان الكبير والقدير ياس خضر، و لا تنسوا اللايك والاشتراك طبعا، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية اهلا وسهلا به، وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.